ذهبت الصكرة وجاءت الفكرة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. المهندس عادل غاب وجيب الفكرة، أين كان والصكرة وماذا عن الفكرة؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، بداية وحشتونا. سنين، هي غدا الأيام الحلوة، الأيام المبهجة، الأيام اللي كلها نجاحات، الأيام اللي ما عدا منتخبنا القومي، هي أيام جميلة بكل المقاييس. وهنا الصكرة، الأيام الجميلة، الفكرة، ماذا سنفعل لإنقاذ الكرة المصرية؟ بداية هننقي الأول ديول الفشل. الموسم الممتد، باقي 4 مباريات لتحديد بطل الدوري العام. ومن سيشارك النادي الأهلي في دوري الأبطال، ومن سيشارك في الكونفدرالية. لأن من ناحية النظرية ما زال الزمالك وبيراميد يتنافسا على المركز الثاني. المركز الرابع المصري، كونفدرالية، المركز على الأقل لا قدر الله، يا الأول يا الثاني، الأهلي دوري الأبطال. ومن هنا وبعد أن تنتهي يعني زيول الموسم الفاشل، ها، ونستكمل الدوري بإذن الله، وينجح الأهلي كما يقول المنطق في حظ اللقب إن شاء الله بإذن الله، نأتي إلى الجد. ماذا سنفعل؟ طب وانت يعني